بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا امبارح مباراه الاهلي امام البنك الاهلي كانت يعني الحقيقه مثيره جدا للجدل تحكيميا، وكمان اكيد في نقاط ثانيه كتيره على الصعيد الفني هنحتاج نتكلم فيها مع كل حضراتكم. كل ده هنتكلم عنه وبالتفصيل مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي كريم سعيد، وهو رئيس تحرير موقع يلا كوره. صباح الفل عليكم، منورنا. صباح الخير كريم، صباح الخير نوان، صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الخير، ويعني سعداء ان انت معانا كمان من يلا كوره، الموقع المتميز حقيقي الرياضي. بجد انا بحب اتابع اخباركم. ميرسي جدا بجد طبعا ذوقك، وانا طبعا انا متشرف طبعا ان انا متواجد في قناه نادي القرن وبطل مصر وبطل افريقيا وكل حاجه. نورتنا يا كريم، وخليني اروح معاك بقى للنقطه المهمه. وامبارح حصل جدل كده، جدل كبير بعد الماتش، ويمكن كمان في الماتش، وناس كتيرة ما كانتش فاهمة هو الجول بتاع أيمن أشرف اتلغى ليه؟ هو في مشاكل تحكيمية ولا إيه الموضوع بالظبط؟ خلينا نفهم منك رؤيتك أو تحليلك للي حصل أو المشهد امبارح. أوكي، شوفي طبعًا النادي الأهلي عامة منذ أزل التاريخ لا يعلق نتائجه السلبية على شماعات التحكيم. صحيح. دي قاعدة في منظومة النادي الأهلي، ولكن قطعة معينة حدثت في مباراة فاحنا بنعقب عليها من المنظور الرياضي. كلام محترم. الحاجات التحكيمية في وجهة نظري بتنقسم إلى حاجتين، جزء بنرجع فيه للنص وجزء فيه وجهات نظر. واحنا بنيجي نشوف اللعبة فيها نص بيحسمها، يعني مثلا اللعبة دي فيها نص واضح بيحسمها، ودي مثلا بسيط قوي. لعبة في مباراة نادي الزمالك ونادي المصري كان في كورة للمدافع محمد عبد الغني، والكره دي الوهله الاولى اي حد يشوفها ضربه جزاء واضحه جدا للنادي المصري، ان لاعب نادي الزمالك وقع على الارض ومنع الكره بايده. لما نرجع للنص هنلاقي نص بيقول الكره لو جت في جسم اللاعب وارتدت لايده خلاص مش ركله جزاء، فخلاص هنا في نص. طيب الكره بتاعت امبارح بتاعت ايمن اشرف هو كره فيها ارتقاء وما فيهاش نص واضح يقول الكره دي فاول مش فاول، وعشان كده امبارح شفنا فيه اختلافات كتيره بين خبراء التحكيم. البعض قال ان الكره دي هدف صحيح، والبعض قال لا يا جماعه الكره دي مش هدف صحيح. يمكن احنا بنعيدها معاك يا كريم اهي برده قدام الناس. ببساطه انا بحب دايما في التحليل، انا في وجهه نظري التحليل لما بندخل فيه ارقام خلاص بيحسم الجدل. في التحكيم لما بنجيب نص بنحسم الجدل، فعشان ببساطه نحكم على اللعبه اللي قدامنا دي. ايوه، تعالوا ببساطه ناخد اللعبه دي ونغير مكانها في الملعب. ناخد اللعبه دي ونغير مكانها في الملعب. تخيل لو حصلت في نص الملعب، لو في كل مكان في الملعب بقى قرارنا واحد يبقى خلاص مفيش هنا وجهات نظر. طيب لو خدنا الكره دي وديناها لمنطقه جزاء النادي الاهلي وقلنا ان ايمن اشرف هو المدافع ولاعب محمد مجدي لاعب البنك الاهلي هو المهاجم، وايمن اشرف عمل نفس الشكل اللي احنا شفناه دي، هل في اي حكم هيحسبها فاول على ايمن اشرف؟ نوي، الحكم هيقول بلاي اون، وشفناها مليون مره. وهدي مثل بسيط من السنه اللي فاتت، كانت مباراه الزمالك وحرس الحدود، محمود الونش عمل جامب ضعف اللي عمله ايمن اشرف ووسب على ظهر مهاجم حرس الحدود في مباراه نادي الحرس كان محتاجها جدا عشان موضوع البقاء في الدوري، والحكم قال بلاي اون، ومصر كلها قالت اللعبه دي مش ركله جزاء رغم اعتراضات شديده. أيوة. للاعبي حرس الحدود. اوكي، يبقى اللعبه دي لو في منطقه جزاء النادي الاهلي مش هتبقى فاول. طيب لو خدنا اللعبه دي وحطيناها في وسط الملعب وايمن اشرف هو المهاجم ومحمد مجدي هو المدافع والكره دي اتلعبت، الحكم هيحسبها ايه؟ الحكم هيحسبها فاول على محمد مجدي. ليه؟ لان باللغه الدارجه اللي احنا بنستخدمها في الكوره هو عمل ما يشبه الكوبري للمهاجم. هل المثل اللي انا بقوله ده حصل امبارح؟ اه حصل في الدقيقه اعتقد 82، احمد علي كان بيستلم الكوره بظهره من في وسط ملعب النادي الاهلي، وبدر بانون طلع فوقيه، واحمد علي راح موطي بالظبط بالظبط كوبي وبيست زي ما محمد مجدي عمل. الحكم حسب الكوره دي، حسب الكوره فاول على احمد علي. فهنا هنسأل نفسنا سؤال، الكرة بقى لو ما اتحطت في منطقة جزاء البنك الأهلي وجت جون، ليه الحكم رفض احتساب الهدف؟ بسبب الوسط؟ طب ما انت ما نفذتش نفس القاعدة في كرة أحمد علي اللي انت بنفسك حسبتها. فأنا في وجهة نظري الهدف صحيح مليون في المية، وما كانش فيه أي داعي أصلا للرجوع للفار، لأن الكرة كانت قدامك واضحة. وخصوصا حتى كابتن يعني كابتن موسيماني نفسه صرح وقال لك تمركز الحكم ساعة اللقطة دي تحديدا كان بيسمح له برؤية واضحة وصريحة 100%، ما كانش في أصلا داعي للجوء للفار. وعشان أقفل النقطة دي بحجة ومنطق أخير، لاعب حرس لاعب البنك الأهلي أوريدي ما عملش جامب.
يعني مفيش تنافس في الهواء. لو انت اوريدي في تنافس في الهواء هنا ممكن نقول في وثب على الخصم، لكن انت اصلا ما نطتش، ده معناه ايه؟ انك ما خدتش اكشن. انا كمهاجم الكره عاليه، عملت جامب بتاعي، حته بقى انا حطيت ايديا ما حطيتش ايديا، انا بشوف ان ده كانت حركه زياده من حكم الفار. طيب تسمحوا لي يا كريم وكريم اروح لكريم بس ما عدد ثلاثه كريم في فقره واحده كتير عليا والله. هنروح نتابع تدريبات الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، ومراسلنا هناك كريم احمد ينقل لنا كده الكواليس والاجواء. صباح الخير عليك يا كريم في البدايه، صبح عليك. تحياتي ليكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، وتحياتي لزميلي العزيز كريم وناقدنا الرياضي المميز كريم سعيد، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي. عايزينك تنقل لنا كده الصوره عندك والتدريب والحاله، الجو العام، يعني احنا يمكن شايفين وراك بس خلينا برضو يعني كاننا موجودين دلوقتي معاك في التتش، احكي لنا التدريب اخباره ايه؟ بالتاكيد طبعا في البدايه بنقول هارد لاك طبعا للنادي الاهلي في مباراه الامس، مباراه كانت غايه في الصعوبه بالنسبه للاجواء الامطار، صعوبه كمان المباراه، ويمكن الكابتن محمد يوسف تحديدا المدير الفني يمكن يعني كانت خطه وتكتلات دفاعيه صعبه جدا، وده بيصعب الامور على اي فرقه، كمان لما باي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتكون مباراه بطوله، لكن الامر امبارح كان صعب جدا، صعوبه الجو وصعوبه الاجواء وصعوبه المباراه، لكن كمان غاب عننا التوفيق في هذه المباراه، ضيعنا يعني فرص كثيره جدا، وده اللي يمكن بيتسو موسيماني بقى المدير الفني لفريق النادي الاهلي اكد عليه في المحاضره اللي سبق هذا المره. انا راجل اتكلم على ان اكيد كان في سوء توفيق في هذه المباراه، لكن الفرص الكتير اللي جت للنادي الاهلي لابد ان يكون في استغلال الفرص، صعوبه المباراه والاجواء ما بتكونش طبعا اعذار، على قد ما يكون لابد يكون في استغلال قوي جدا لكل الفرص اللي بتقابل النادي الاهلي. في جمل تكتيكيه امبارح يمكن اتطبقت، لكن التوفيق غاب عن بعض اللعيبه، اصابه كمان وليد سليمان امر مزعج جدا، لكن عايز اطمنكم ان شاء الله باذن الله على وليد، يعني وليد ان شاء الله يعمل اشعه النهارده نطمن عليه، هي نغزه بسيطه في العضله الخلفيه، يا رب ان شاء الله ما تطولش، لكن يعني من خلال الخبره ومن خلال متابعتنا نقدر نقول باذن الله اسبوع باذن الله من 10 ايام وليد ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. بدا بالفعل تدريب فريق النادي الاهلي النهارده، كان تجمع الفريق 10 11 صباحا، انطلق تدريب بمحاضره فنيه في البدايه، لكن من الاشياء كمان المبشره والمطمئنه جدا النهارده عوده جونيور اجايه للتدريبات الجماعيه. الفتره اللي فاتت كان في اجتهادات كتير جدا، يمكن الناس قالت اجاي هيخش في عمليه، اجاي هيغيب 3 شهور عن فريق النادي الاهلي، الامر كان صعب عليه، يمكن اللاعب كمان بكى لما سمع هذه التصريحات والتشخيصات خلال الايام الماضيه، لكن بنشوفه في ملعب المباراه وبنشوفه في استاد مختار التتش، النهارده كان في اجتماع مع الجهاز الطبي بالكامل بقياده طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي طمن بيتسو موسيماني والكابتن سيد والكابتن سامي قمصان على جاهزيه جونيور اجاي النهارده بيشارك فيها التدريب الجماعي تدريجيا بقى ان شاء الله باذن الله يا رب نشوفه في مباراه المقاولون العرب سواء في القائمه او على دكه البدلاء. كمان يمكن زي ما اكدنا قلنا خلاص التعادل انتهى، الصفحه اتقفلت تماما، لكن في مكاسب كمان في المباراه، يعني عوده عمرو السوليه في مباراه الامس، يمكن الراجل خد جزء، لكن عمرو السوليه واحد من الاضافات المميزه جدا ونجم من نجوم النادي الاهلي محتاجينه، لان المرحله مهمه جدا، خلاص احنا عندنا مباراه المقاولون القادمه ثم مباراه بيراميدز والحلم الكبير بقى وكاس العالم للانديه، فيارب ان شاء الله تكون بروفه مهمه وبروفه قويه لفريق النادي الاهلي. وبيتسو موسيماني اللي النهارده في التدريب هيكون في تصحيح اخطاء بشكل كبير جدا على مدار التدريب، تمركزات المهاجمين المدافعين انطلاق الهجمه يمكن في على المستوى الشخصي او بعض العناصر الفرديه ادت بشكل مميز جدا، لكن اللعب الجماعي كان في بعض الكسور، وده الراجل اللي اتكلم عليه، لكن ان شاء الله باذن الله يبقى في تجديد للدوافع، الرغبه تكون متجدده، اصرار وعزيمه وجديه النادي الاهلي تستخدم بقى بشكل كبير جدا في مباراه المقاولون العرب القادمه. ويمكن كمان يمكن الناس تساءلت وقالت ليه مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي راحت اسكندريه رغم الظروف والاجواء دي، يعني الفتره اللي جايه بنتمنى طبعا بقى من الاتحاد المصري لكره القدم يبقى في اختيار طيب جدا لليه النادي الاهلي بقيمته الكبيره، اكد اكتر من مره الكابتن سعد عبد الحفيظ النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، فلابد يكون في اختيارات موفقه جدا سواء على مستوى التحكيم وايضا كمان على ارضيه الملعب والمكان والزمان اللي بيلعب فيه النادي الاهلي، لكن يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. تدريب النهارده يمكن نقدر نقول ساعه او ساعه و10 دقائق ريكفري لكل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس، وجرعه تدريبيه كامله لكل اللعيبه اللي ما شاركوش في مباراه الامس، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل، يقدر النادي الاهلي يستعد لمباراه المقاولون العرب القادمه اللي مباراه ايضا كمان هتكون صعبه بغض النظر عن ترتيب المقاولون، لكن عنده معنويات كل مباراه النادي الاهلي بيقابلها مع اي فريق بتكون مباراه بطوله ومباراه حلم، فلابد يكون في تركيز كبير. موسيماني عنده شغل كبير جدا خارج الخطوط الفنيه وتحضير اللاعبين ذهنيا وبدنيا وفنيا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يعود من جديد النادي الاهلي للانتصارات ومواصله الانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. انا معاكم لو فيها استفسارات زميلتي نهاوند زميلي كريم. كريم سريعا جدا برضو لنقطه يعني وهي هتكلم فيها تحديدا عن المعنويات، انت ذكرتها في خلال كلامك سريعا بس انا عايزه اركز عليها، هل معنويات برضو الفريق انت ملاحظ ان فيها اختلاف؟ احنا زي ما احنا عارفين الصفحه انطوت واحنا دايما بننظر
ينظر لما هو قادم، ويمكن ده كمان اكده دايما او دايما ما بيؤكده بيتسو موسيماني. ولكن انا عايزه كمان اعرف معنويا ازاي الوضع دلوقتي حتى مع المدير الفني، فكره برضو عوده اجايه زي ما انت ذكرت، هل برضو يعني معنويا هو راجع بروح قويه في حماس؟ خلينا نعرف منك. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول من المميزات سواء للجهاز الفني او لعيبه النادي الاهلي هو تجديد الرغبه والمعنويات المرتفعه، وايضا كمان الحافز والهدف، يمكن ده اللي بيشتغل عليه بشكل عام الجهاز واللعيبه الكبار كمان. لكن الهزيمه كانت هتبقى امر صعب جدا، لكن احنا عندنا في النادي الاهلي التعادل هو هزيمه، لكن المعنويات متجدده، وده الشغل اللي بيشتغل بيه الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني، الكابتن سيد عبد الحفيظ، قيادات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ايمن اشرف الشناوي ووليد سليمان، لابد يكون في رغبه متجدده. معنويات جونيور اجي تحديدا مرتفعه جدا جدا، لان هو الراجل كان بعيد قوي وكان خلاص الفتره اللي فاتت قال 3 شهور ومش هيلحق كاس العالم للانديه، لكن معنوياته مرتفعه بشكل كبير وعنده اصرار وعزيمه وجديه كبيره جدا ان هو يكون في التدريبات خلال الايام القادمه، يخش بقى فورمه المباراه. يا رب ان شاء الله باذن الله بقى حافظ على لعيبه النادي الاهلي الفتره القادمه. عندنا بكره مسحه طبيه للفريق بالكامل استعدادا بقى لمباراه المقاولون العرب، يا رب ان شاء الله كمان النهارده التدريب ينتهي بدون اي اصابات وبدون اي امور تعكر صفو النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. احنا بنشكرك، تغطيتنا مع حضراتكم مستمره على قناه الاهلي، شكرا ليك. طيب عوده بقى لضيفنا العزيز ناقد رياضي كريم سعيد، احنا الحقيقه عايزين نتكلم معاك، احنا عندنا مجموعه ملفات وكلها اهم من بعض، سواء الدوري، المنافسات الافريقيه، مونديال يعني كاس العالم للانديه، وكمان على الصعيد العالمي، ودي النقطه اللي عايز استاذنك ان احنا نقف عندها ثواني، لان احنا عندنا برضو في حته تخصنا، في جزئيه تهمنا، محمد صلاح ومساله استمراره مع ليفربول من عدمه، وهل مش من مصلحته ان هو يستمر مع ليفربول في الفتره اللي جايه ولا لا؟ رؤيتك للملف ده باختصار. شوف طبعا الفتره الاخيره بينت ان يورجن كلوب لحد ما فقد السيطره على اوضه اللبس. بسبب ايه؟ بسبب التصريحات اللي اكيد بتطلع متناقضه مع بعض، يعني يورجن كلوب في مؤتمرات صحفيه بيطلع يقول كلام، محمد صلاح ممكن يطلع في حوار صحفي بعديها بفتره يقول كلام معاكس للي قاله يورجن كلوب، وبالتالي ده بيوضح ان العلاقه لم تعد كما كانت من قبل ما بين حسد وعم كريم. مش حسد والله، كويس. لا اصل كانت فعلا العلاقه ما بينهم استثنائيه وملفته جدا للنظر يعني. شوف يا كريم، طبعا هو خلي بالك بيقول لك يعني وقت الانتصار بتبقى كل حاجه حلوه، وقت السقوط بتبقى كل حاجه وحشه والسلبيات بتطلع. واضح جدا ان العلاقه تاني ما بين صلاح وساديو ماني في الملعب، التعاون رجع تاني بقى قليل جدا، وبالتالي الفرقه بتتضرر، بجانب طبعا الفريق متضرر تماما 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 منذ اصابه فيرجيل فان دايك. طبعا انت بتسقط المدافع الاساسي بتاعك، وحتى امبارح شفنا ان بيلعب باتنين متوظفين مش اماكنهم اصلا، يعني هندرسون او فابينيو. وبالتالي انا بشوف ليفربول على جميع المستويات فنيا اصلا في مشاكل بسبب الغيابات، وحتى نص ملعب ليفربول بقى الورك ريت بتاعه او معدل الجري انخفض، لما تحط طبعا لعيب زي الكانتارا، لعيب ممتاز جدا كباسنج، باسنج عنده عالي جدا، تصويب عنده عالي جدا، لكن لما تيجي تقول له اتحرك بدون كوره صعب، ان هو لعيب الى حد ما بلاي ميكر اكتر منه لعيب خط وسط مدافع، وبالتالي الفريق بينضر من ده. الملخص عشان نوضح الموضوع للساده المشاهدين، واضح جدا من تصريح محمد صلاح انه قاب قوسين او ادنى من اخذ خطوه جديده في حياته، واضح جدا من الدوري الاسباني طبعا، واضح جدا ان يعني بقدوم الصيف المقبل ان شاء الله ربما بنسبه كبيره هنشوف محمد صلاح في فريق اخر غير ليفربول، لان خلاص ليفربول بقى في الديكلاين بتاعه، بقى في الهبوط، الفرقه مش مظبوطه في الملعب. صحيح. المدير الفني كان على القمه وبدا خلاص يخسر نقاط، في نفس الوقت مان سيتي اللي هو في وجهه نظري المنافس الاول مش مان يونايتد. امبارح صراحه مان يونايتد عمل مباراه رائعه، اخر 11 دقيقه اليسون يعني صد 3 كرات مستحيله مستحيله ان حد يلومه عليهم لو كانوا دخلوا المرمى، خصوصا الكره بتاعت بوجبا، دي فعلا كانت غريبه جدا، واعتقد برده بتاعت برونو برده كانت كره من داخل 6 ياردات كانت صعبه قوي، ولكن اليسون امبارح كان انقذ ليفربول من هذه المحققه. ولكن انا شايف ان مان سيتي بالفوز امبارح الكبير، والحمد لله جوارديولا يعني كسب 4-0 امبارح، بما بصفتي انا بحب السيتي، هو واضح كده وضحت بصفتي بحب السيتي، فالانتصار كويس جدا للسيتي، واعتقد جوارديولا وانس ان هو خد وقرب من القمه، لان احنا طبعا عارفين دلوقتي مان سيتي هو الثاني، عنده ماتش متاجل مع استون فيلا، يكسب الماتش خد الصداره بفارق نقاط كمان عن يونايتد وعن ليفربول. وانس ان السيتي وصل ليه الصداره، انا على المستوى الشخصي اشك انه هيسيبها، ليه؟ لان ميزه السيتي السنه دي اتغيرت، الميزه بقت الدفاع بقى كويس، هو مشكله في الهجوم،
قبل كده كانت المشكله معكوسه، كانت في الهجوم مش في الدفاع، وبالتالي اعتقد بالشكل الحالي السيتي هو الاقرب للفوز بالدوري. انا في النقطه دي عندي سؤال سريع بقى، لان احنا بنتكلم عن ليفربول، ويمكن فعلا زي ما انت قلت الوضع حاليا او المستوى مش زي ما كنا كلنا متعودين، حتى جمهور ليفربول نفسه ملاحظ ده من فتره طويله. رايك ايه على الماتش اللي كان بالناشئين بتاع استون فيلا وليفربول، والنتيجه اللي جت، والشوط الاول اللي كان برضو مفاجاه يعني ما كانش حد متوقع ان الشوط الاول هينتهي بهذا الشكل، والجول اللي جابه ناشئين استون فيلا كمان. يعني طبعا المباراه اكيد ما كانتش ليها اهتمام كبير، الفريق الاول كان فيه بعض اصابات كورونا، واحنا عارفين طبعا احنا ظروفنا وكلهم تقريبا يعني ظروفنا زي بره، احنا بيبقى ناس قاعده ما فيهاش اي حاجه، وحتى راكبين الباص ورايحين للاستاد والناس كلها مفيش اي مشكله، وهوب يجي تليفون يا جماعه على فكره التحاليل البي سي ار طلع والنتائج عندكم 12 لعيب عيان، انت يا ابني عيان، يقول لك لا انا كويس قدامك اهو، فاحنا اسفين جدا مش هينفع يلعب. هي ظروف على العالم كله ان شاء الله تنتهي قريب، ولكن المباراه دي طبعا مش مقياس لاي شيء، انك يعني مواجهه غير متكافئه ما بين ناس عندها خبره كبيره وفرقه صغيره، ورغم كده ناشئين استون فيلا لعبوا حلو جدا، يعني ده اللي انا عايزه اركز عليه. من قيمه 5 سنين النادي الاهلي في كاس مصر لاعب الجونه، وفرقه الجونه ساعتها نزلوا ولد صغير عنده 14 سنه، المباراه دي النادي الاهلي ايام كان مارتينيول هو مدير فني، النادي الاهلي كسب المباراه دي 13-0، وساعتها قعدنا نشيب بالولد، فمش عايز تكسر نفسياتهم. ماتش باسكت مش بالنتيجه دي. طيب هستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل. مكملين مع حضراتكم الفقرة دي، ومعانا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، وكنا بنتكلم عن مباراة امبارح لأن لسه الكلام فيها كتير بصراحة. وكان في تصريح لكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن ده كان معانا في من أخبارنا، يعني ضمن أخبارنا في الانترو، بيتحدث فين الحكام الدوليين. احنا عايزين نعرف فعلا فين الحكام الدوليين. هو أصلا فكرة إن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري تتلعب بدون حكام دوليين دي فضيحة أصلاً، دي مشكلة كبيرة، أمر غريب جداً أو أمر مش منطقي. أنا ممكن لو أنا عايز أكبر حكم عندي صغير وأديله ثقة في مباراة أهلي أو زمالك، لازم على طول أختار مباراة في الكاس، مباراة لما يعرف نادي الأهلي أو الزمالك بيلعبوا فرق في دور ال 64 وأدوار يعني لسه فيها بداية وبتاع فرق من الدرجة الثانية وكده. ممكن ليه؟ عشان الخطأ ما يبقاش كبير. لما حد بيتكلم ان مباراه النادي الاهلي وادي دجله كان في مشكله، كان في ضربه جزاء النادي الاهلي ما اتحسبتش، والنادي الاهلي خسر نقطتين، بخلاف طبعا في طبعا مشاكل فنيه تاني، انا باكد 100%، عمر ما في اي في منظومه النادي الاهلي في اي سقوط سواء تعادل او هزيمه ان المنظومه بترجع السبب للحكام، ده حتى النادي الاهلي في عز جبروت العرجون في نهائي 2007 قدام النجم الساحلي وضربتين جزاء احمد شيد اناوي ومحمد ابو تريكه، يعني فضايح، ما حدش طلع قال ان السبب التحكيم بس، لا كان برده كان في مشاكل فنيه في الفريق. ولكن تاني ان مباراه النادي الاهلي على وجه التحديد، وبنتكلم على بطل الدوري وبطل افريقيا ونادي كبير، والمفروض اصلا ماتشاتنا احنا بنيجي في ماتشات كبيره اللي هي مذاعه تلفزيونيا نعلي من قيمتها، فلازم كل حاجه تبقى على مستوى الحدث. فطبعا انا طبعا متفق جدا مع كابتن سعيد. اصلا ليه بقينا نسمع كتير، يعني بعيدا عن النقطه المتعلقه بمباراه امبارح بالتحديد، بشكل عام بقينا نشهد ونشوف ونسمع كتير عن اخطاء تحكيميه، التحكيم من قديم الازل بيبقى فيه يعني لا غبار عليه في فترات زمنيه طويله، لكن ليه بقينا في الفتره الاخيره وخصوصا مع وجود مستجد زي خاصيه الفار او يعني تقنيه الفار، المفروض تبقى الامور محسومه اكتر مش ان الجدل يثار بشكل اكبر. الله اكبر عليك. ده هاخد بقى منك اخر جمله، هي دي الجديده اللي هي ان احنا النهارده طول حياتنا بنقول اخطاء التحكيم جزء من اللعبه، اخطاء التحكيم جزء من اللعبه، يا جماعه تقبلوا اخطاء التحكيم دول بشر وما الى اخره. لكن النهارده انت دخلت التكنولوجي، بما انك دخلت التكنولوجي فبالتالي انت محتاج انك تقلل نسبه الاخطاء. في اخطاء هتحصل بس نسبتها هتقل، وكمان نقطه مهمه، الاخطاء الفادحه هتتلغي. الأخطاء الفادحة هتتلغي، يعني الأخطاء البسيطة هي بس اللي هتقبلها، وبالتالي المشكلة في الموسم ده يا كريم إن كمية الأخطاء اللي طالعة من الفار مش هقول لك بس بسيطة، لا كارثية كارثية. كورة مثلا ماتش الزمالك ونادي إنبي، الكورة بتاعت كريم فؤاد، ضربة الجزاء اللي كانت على الخط، فكرة إن حكم الفار أصلا ما يندهش الحكم ويقول له خلي بالك في حاجة روح شوفها، يعني في حاجه روح شوفها، روح حتى بس ايه نعمل اي منظر ان احنا يعني راجعناها، ده ما حصلش.
ماتش وادي الاهلي ووادي دجله كان في ضربه جزاء للنادي الاهلي واضحه جدا، الفار برضو ما شافهاش امبارح. طب يعني بالتالي هل الفار مش المفروض ان الفار موجود او استجد عشان يتاكد ويثبت الحقوق ولا يضيع الحقوق؟ طب لا طب لا طبعا عشان تاني يقلل نسبه الاخطاء، الاخطاء هتفضل موجوده لكن لازم تقلل نسبه الاخطاء وتمحي تماما الاخطاء الفادحه. لكن اللي حصل امبارح في الهدف بتاع ايمن اشرف، وحتى في احدى القنوات بتستضيف بيستضيفوا حكم سابق في الدوري الانجليزي اجنبي، ولا من عندنا ولا من عندكم ولا من اي حته، اهو واحد جاي. الفكره طبعا وتاني باكد ان في اختلافات في وجهات النظر، عادي كل واحد ليه وجهه نظر، ولكن الراجل قال ايه الوصف او اللفظ اللي قاله لما وروا له اللعبه بتاعت ايمن اشرف؟ قال لك انا ما صدقتش ان الحكم ما حسبش الكره دي جون، واصلا ما كانش ينفع يرجع للفار، هي مش محتاجه انك ترجع للفار، دي الف به الكوره، واحد بيعمل جامب عشان ياخد الكوره، هو بيسعى للكوره مش بيسعى ان هو يعمل فاول. فايا كان الظروف اللي حصلت احنا محتاجين نقف عند نقطه معينه، مفيش مؤامرات وما بندخلش في نوايا حد، واحنا بنتكلم على العاب محدده واخطاء، بس لازم لما يكون عندنا هذا الكم من الاخطاء في عدد الاسابيع القليله دي لازم لجنه الحكام تقف بعيد بقى عن التصريحات، وان احنا كابتن سيد جه قال حاجه فوقفوا ماتش او غرموا 50,000 جنيه، لا اوكي خلاص انت مش خدت فلوسك اوكي اتفضل اعمل شغلك وصلح الاخطاء. هو انا هقعد كل شويه اقول اصل احنا بنغلط عشان انتوا بتنتقدونا؟ طب اشتغل انت في مشاكل عندك في الحكام وحاجات، انا اسف في اللفظ، النهارده الشباب الصغير اللي بيحب الكوره قوي لو انا جبتهم قعدتهم في اوضه الفار وقلت له ايه رايك في الكوره دي مش هيغلطوا نفس الاخطاء اللي احنا بنشوفها. طب هل يا كريم الاخطاء دي في الفار عندنا احنا بس ولا برضو نسبتها كبيره في العالم في الدوري الانجليزي في غيره؟ خلينا نعرف على سبيل المثال. يعني السنه اللي فاتت، كانت انا في وجهه نظري الفار كان عنده مشاكل كبيره جدا جدا في انجلترا، وكان ناس كتير اشتكت حتى ده الجون لاين سيستم، الجون لاين سيستم جه في ماتش وغلط بس ده تكنولوجي، او ساعتها الشركه المسؤوله اعتذرت لما الكره تعدت بكامل محيطها خط المرمى والعين مجرده من غير الرجوع للجون لاين سيستم بتشوفها جون، فبس حصلت. فاللي اقصده في كل حته في مشاكل، انما برضه في نقطه مهمه لو لازم النهارده نفرق ما بين انا وجودي هنا كناقد رياضي وبين الكابتن سيد حفيظ كراجل مسؤول في نادي متضرر. ايوه لما الاقي الضرر كل شويه جاي عليا انا هبدا اعمل علامات استفهام، او انا كده متضرر. كريم بيتكلم عشان هو راجل بيقول رايه، لكن انا مش في الفرقه. لكن المدير الفني او اللعيب او مدير الكوره او المسؤول في الفرقه لما يلاقي ان الاربع نقط اللي هو خسرهم في الدوري بخلاف المشاكل الفنيه، تاني هو بعيد وزيد فيها، بخلاف المشاكل الفنيه كل مباراه فيها خطا تحكيمي فادح، مش خطا تحكيمي بسيط، لا خطا تحكيمي فادح بالظبط كده زي ما الكابتن حمد طولان طلع قال في ماتش انبي، يعني حرام اللي حصل فيا. طبعا ما احنا بنتكلم بصراحه برضه، فكل الامور دي لازم لجنه الحكام تقف عندها. انت النهارده مش الحكام دول بياخدوا مرتب ولا بيشتغلوا لدول الوطن؟ بياخدوا مرتب، فانت بتدي ناس فلوس من غير ما تصلح اخطائها، من غير ما يدوا الحقوق للناس، والعقوبات ما بتكونش مرضيه للاطراف المعنيه بقى، الاطراف المتضرره. لا بس ماتش انبي اعلن، ماتش انبي مسؤولي عضو مجلس اداره نادي انبي طلع على تويتر وقال تم ابلاغنا بانه تم ايقاف حكم الفار في ماتشنا مع نادي الزمالك لمده شهر. هو نادي انبي عارف منين؟ والكلمه اتقالت لهم ليه؟ عشان يهدوا من وطء الخطا اللي حصل. فانت بتقول يعني واحد مثلا غلط في كريم فقلت له ما تزعلش مني يا كريم، انا على سبيل التقصير يعني رضيتك، انا خصمت له خالص. تعالى بقى نروح لملف تاني خالص وكاس العالم للانديه. طب فتره من 1 ل 11 فبراير في الدوحه قطر. كيف ترى فرص النادي الاهلي في هذه البطوله؟ شوف طبعا النادي الاهلي مش غريب عن مونديال الانديه، النادي المصري الوحيد اللي بيطلع بعلم مصر في البطوله دي منذ انشائها، وبالتالي بشوف ان احنا دايما في مونديال الانديه بتبقى على حسب الانطلاقه بتاعتنا. يعني النادي الاهلي في 2005 افتكر في اول مشاركه كنا عندنا امال كبيره جدا ان احنا نعدي دور الثمانيه، ساعتها النادي الاهلي لعب اتحاد جده السعودي والنادي الاهلي كان في واحده من افضل مستوياته، بس يعني للاسف ساعتها الفريق خسر المباراه 1-0 والامال احبطت. السنه اللي وراها رحنا مركزين اكتر، وربما يعني ما كانش حد قال لك الاهلي هيروح هيعمل زي السنه اللي فاتت، ان الاهلي كمل لغايه لما خد البرونزيه في افضل نتيجه لنادي مصري في بطوله عالميه. فانا دايما بشوف الانطلاقه، متوقفه على ايه؟ على يوم 19 نشوف القرعه بتاعتنا. طبعا
في انسحاب اوكلاند سيتي بطل اوكيانوسيا، خلاص مش هيروح المونديال، وانا شايف الانسحاب ده مش فارق قوي لان الدحيل في وجهه نظري كان كده كده هيكسب. فالقرعه هتتعمل ما بين ست فرق، هنشوف القرعه توقعنا مع مين في البدايه وهيبقى في طريق مين، طريق بطل ليبرتادوريس اللي اوريدي خلاص هيبقى برازيلي سواء بالميراس او سانتوس، الفاينل ان شاء الله يوم 30، او نبقى والعياذ بالله في طريق بايرن ميونخ. طب انت بتتمنى ان احنا يعني تقع علينا بس بعيد عن بايرن ميونخ القرعه؟ بالظبط يا ريت بصراحه، بس احنا من المتوقع على فكره يعني لو الدنيا مشت لو الدنيا مشت كويس مضطرين في مرحله ما ان احنا نقابل سلاما قولا من رب الرحيم. طبعا فريق ثقيل يا كريم. لا يعني احنا بص فكره عايز اقول لك حاجه، بايرن ميونخ واحنا يعني بنحلله ماتشاته بعيدا طبعا الفريق لسه خسران في الكاس ومن فرقه درجه ثانيه، بس طبعا تاني المنافسات المحليه طبعا مختلفه طبعا عن المنافسات الدوليه، لكن انا بتكلم على سرعه الهجمه. لكن تتخيل ان بايرن ميونخ سرعه الهجمه من خط نص الملعب لغايه منطقه جزاء الفريق المنافس لو هجمه مرتده بتتلعب في 3 ثواني. ثلاث ثواني وده ازاي يا عم كريم؟ ثلاث ثواني. تتخيل انت كمان اطراف بايرن ميونخ السريعه، بنتكلم اكتر فريق عنده جناحات سريعه، يعني طبعا ناس انا عارف ان جنابري لاعب بايرن ميونخ عامل معانا حاله احنا هنا في مصر على السوشيال ميديا والناس بتعمل عليه كوميكس لان هو شبهنا كتير، بس جنابري فعلا واحد من اخطر الاجنحه اللي ممكن تشوفها الموسم ده. وبالتالي انا في وجهه نظري اتمنى ان القرعه تبقى يعني لحد ما هدي علينا شويه وتخلينا في طريق سانتوس وبالميراس، برضه هم طبعا فرقه محترمه. ربنا يستح الحال ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كريم، نورتنا واسعدتنا وقفلتنا، وان شاء الله نتشرف بوجودك معنا مره ثانيه قريب. شكرا يا كريم ليك جدا، وانا بشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على متابعتنا حلقه النهارده، وبكره باذن الله حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.